السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. هنا اليوم التاسع، طبعا في النقطة الأولى يقول ايش؟ يقول opening in the endometrium is closed. الاوبننج اوكي، يعني طبعا هو المفروض انه اعتقد في هذه النقطة انه يقصد انه عندما يفتح الاندومتريوم، طبعا متى يفتح؟ يفتح في مرحلة متقدمة عشان الحبل السري، عارفين كيف؟ اللي هو امبليكال كورد. الى الان ما فتح لانه في هذه المرحله، فهو يوضح. بس هنا يقول لك تروفوبلاست اون ذا امبريونيك بول. فهنا التروفوبلاست بنوعيها، يعني اول شيء راح يوجدوا لنا فاكيولز، اوكي، اللي هي تجويف فقط. بعدين الفاكيول هذا راح يتسع، يصير له يونايت تو فورم لاكيوني، اوكي، يعني راح يتحد وراح يكون لنا لاكيوني، فراح تكون يعني اكبر، يعني شويه راح يتحد ويكون لاكيوني، فراح تسمى هالمرحله لاكيونير ستيج. النقطه اللي بعدها اللي هي اكسو كلوميك كافيتي. طبعا الاكسو كلوميك كافيتي زي ما نشوفها هذه لايند باي ذا اكسو كلوميك ممبرين، او ممكن يسموه هاستر ممبرين اللي هو الاصفر هذا. وهنا برايماتيف يولك ساك، طبعا اللي هو هذا، هو هذا يعني الاسم المشهور له برايمتي في يولك ساك. وهذه هنا اللي هي هاستر ممبرين، اشوف انها مهمة. طبعا هنا زي ما نشوف انه هو هذا تروفو بلاست لاكيوني، طيب وهذا الاخضر ايش هو؟ الاخضر الغامق ايش هو؟ المفروض كلها تعرفوها. هذا سينشيو، وهذا سايتو، وهذا الازرق اللي هو ايبي بلاست، وهذا الاصفر هايبو بلاست، وهذا الاكسو كلوميك، ايوه هاستر ممبري اللي هو الاصفر، وهذا هنا اللي هو فيبرين كولوجيولوم، هذا ما قد مر علينا لسه. وهنا اللارجس بلاد فيزلز، وهنا كلها. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا فادكم المقطع لا تنسونا من دعواتكم.